يا صباح الخير والبركه والسعاده، تحياتي ليك يا داليا، وبرحب بكل مشاهدي صباح البلد من داخل غرفه العمليات المركزيه بالاداره العامه للمرور. في البدايه كالعاده بنطمن الساده المشاهدين ان حتى هذه اللحظات اللي احنا بنتكلم فيها حضراتكم الامور تسير على ما يرام، ومفيش اي اختلاط ترد لغرفه العمليات تفيد لا قدر الله بوجود مشاكل على الطرقات. اكيد النهارده حاسين شويه واحنا خارجين من بيوتنا او الناس اللي لسه هتخرج، بنقول لهم يعني في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، وبالتالي يعني الجو مائل للبروده بشكل يعني افضل من الايام اللي فاتت، عشان كده بتبقى احتماليه سقوط الامطار والشبوره المائيه اللي بتبدا معايا تحديدا منذ يعني الساعات الاولى من الصباح واللي بتنتهي بعد الفجر بساعتين. فعشان كده بنحيط علم كل قائد المركبات على كافه المحاور اللي بتجد فيها هذه الشبوره ان هم يتوخوا الحيطه والحذر، التهويه الجيده للسياره، وفي نفس الوقت كمان القياده بسرعات بطيئة حتى يصل إن شاء الله الجميع لمراده بألف خير وصحة وسلامة. تعالوا بقى مع بعض مشاهدينا نشوف الحالة المريعة على الأرض الواقع، ونبدأ مع حضراتكم هنا من محور يعني يوليو، وزي ما حضراتكم شايفين اللي جاي هنا من أكتوبر وزايد ومتجه إلى مناطق ميدان لبنان والمهندسين، ثم بعد ذلك كوبري 15 مايو في حالة من السيولة المريعة التامة، طلعت الدائري من على المحور في حالة فيها السيولة المريعة التامة أيضا بها. اللي جاي هنا بقى من مناطق وسط العاصمة مناطق ميدان لبنان المهندسين ومتجه إلى نزلة الصحراوي، أو مكمل بعد كده إلى زايد أكتوبر في حالة من السيولة المريعة التامة أيضا في هذا الاتجاه. نروح مع حضراتكم إلى هذه المنطقة أيضا عند منطقة دندي مول الطريق الصحراوي، اللي جاي هنا من نزلة الدائري والمحور، واللي جاي من مناطق أكتوبر ومتجه إلى طريق مصر اسكندرية الصحراوي في حالة من السيولة المرية التامة، اللي جاي هنا من البوابات ومتجه إلى مناطق أكتوبر أو مكمل على الدائري أو المحور أو مكمل على طول الصحراوي ثم بعد ذلك إلى الرماية في حالة من السيولة المرية التامة. وهنا داليا نقدر نقول طريق بديل في غايه الاهميه تحديدا في فتره الذروه الصباحيه لحبايبنا اللي جايين من اسكندريه. اهم حاجه ممكن نقول لهم بدل ما تاخدوا المحور والدائري في هذا التوقيت من الصباح، ممكن ناخد كوبري رود الفرج او طريق رود الفرج اللي هينتهي مباشره ببوابات تحيا مصر اللي احنا شايفينها دلوقتي معانا على الشاشه، اللي بتودينا على مناطق وسط العاصمه ومناطق شبرا. فهنا اللي جاي بقى من طريق اول رود الفرج ومتجه الى بوابات تحيا مصر في حاله من السيوله المريه التامه، واللي جاي ايضا من مناطق وسط العاصمه شبرا ثم بعد ذلك بوابات تحيا مصر ثم بعد ذلك طريق رود الفرج اللي مكمل معانا بعد كده لطريق الصحراء وطريق مصر اسكندريه في حاله من السيوله المريه التامه. نروح ايضا الى الدائري، وزي ما حضراتكم شايفين هنا اللي جاي من دائري المعادي ونازل على دائري الرمايه ثم بعد ذلك مكمل على الواحات في حاله من السيوله المريه التامه ايضا في هذه المنطقه. ولو حضراتكم شايفين معايا على الشاشه اللي جاي هنا من اكتوبر، حجم الاصلاحات ما زالت مستمره في الجانب الايسر من الطريق عند منطقه القوس الغربي تحديدا من عند طلعه الرمايه، ولكن الجانب الايمن بعد ما تم الانتهاء منه احدث حاله من السيوله المريه التامه، وده اللي احنا شايفينه دلوقتي على الطريق رغم وجود حجم من الاشغالات في الجانب الايسر، ولكن الحمد لله رب العالمين ده سهل علينا كتير جدا بعد ما تم الانتهاء من عمليه التطوير والتمهيد في هذا الاتجاه الايمن من عند منطقه القوس غرب على الدائري من عند طلعة الرماية تحديدا، واللي بتستمر معانا لمنطقة أسفل دائري المريوطية. نروح برضو مع حضراتكم هنا لشبرا بنها الحر، اللي جاي هنا بقى من مناطق الدائري وهيطلع معانا شبرا بنها حر ومكمل بعد كده الى مناطق بقى الدلتا في حاله من السيوله المريه التامه، سواء اعلى كوبري شبرا بنها الحر واسفل كوبري شبرا بنها الحر الدائري العادي. نروح مع حضراتكم هنا لمنطقه بسوس من المناطق اللي تم احداث فيها حاله من التطوير والتوسعه، واللي اسفر على ذلك طبعا احداث حاله من السيوله المريه في جانبي الطريق زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي على الشاشه. نروح مع حضراتكم هنا ايضا لمنطقه المرج، يمكن هجم بعض الاشغالات في منتصف الطريق واثر بشكل بسيط هنا على الجانب الايمن، ولكن سواء قبلها او بعدها في حاله من السيوله المريه التامه، وايضا الجانب الايسر هنا في حاله من السيوله المريه التامه. ايضا منطقه الخصوص من المناطق اللي ما زالت فيها عمليه التطوير في المنطقه الوسطى، ولكن جانبي الطريق الايمن والايسر في حاله من السيوله المريه التامه. ننتقل مع حضراتكم مشاهدينا هنا للفطيم بريدج او كوبري الفطيم اللي قدام اكاديميه الشرطه، واللي رايح هنا بقى الى مناطق السويس وزهران مدينه نصر في حاله من السيوله المريه التامه، او داخل معانا التجمع حاله من السيوله المريه التامه، واللي جاي هنا من مناطق السويس ومتجه الى باقي المناطق على الدائري المعادي في حاله من السيوله المريه التامه. اذا نقدر نقول مجملا يا داليا رغم فتره الذروه الصباحيه اللي بداناها مع حضراتكم منذ الساعه
7 صباحا، واللي هتستمر معانا لحد الساعه 10 ونصف او 11 صباحا، الا ان مجملا بفضل ربنا سبحانه وتعالى هناك حاله من السيوله المريه الثالثه. سريعا وكما اعتدنا كده يا داليا، بنقدم مجموعه من المعلومات اللي بتفيد المشاهدين وتحديدا قائدي المركبات. بما ان خلاص دخلنا في فصل الشتاء، فاهم حاجه ممكن نعملها الصيانه الشتويه. ممكن ناس تقول لك احنا بنسمع عن الصيانه الصيفيه، بس الصيانه الشتويه في حاجه اسمها صيانه شتويه زي الصيانه الصيفيه، ودي اللي بتجنبنا الوقوع في المشاكل تحديدا في السياره اثناء عمليه السير في المطر او في المناطق اللي فيها قدر الله الطرق ما بتبقاش لطيفه فيها نتيجه سقوط الامطار. فاهم حاجه نوصي بيها في الصيانه الشتويه، الريداتير بتاع العربيه لازم نطمن ان هو سليم، لان في ناس تقول لك مع انخفاض ملحوظ في درجات الحراره ده ما بيأثرش قوي زي لما بتكون درجه الحراره مرتفعه اطلاقا تماما. لازم ان احنا درجه الحراره تبقى مظبوطه سواء في الشتاء او في الصيف، الريداتير العربيه يكون مظبوط. الحاجه الثانيه طبعا زيت العربيه وهو روح العربيه او روح الماتور تحديدا لازم كمان يكون مظبوط. الحاجه بقى برضو المهمه قربه العربيه اللي بتطلع لنا الميه على المساحات وتحديدا اللي بنحتاجها في الضروره اثناء سقوط الامطار. الحاجه الثانيه اللي بنوصي بيها كمان اثناء السير في عمليه الشبوره لازم التهويه الجيده للعربيه، وايضا لما يكون الجو برد لازم نهوي ازاز العربيه شويه، لان احنا لو كنا قفلنا كل ازاز العربيه فبالتالي هيكون شبوره داخل الازاز فيحجب الرؤيه عن قائد السياره. السيارات القديمه اللي فيها فوانيس شبوره لازم نطمن عليها وتكون بتعمل اثناء فترات السير في الصباح الباكر، اما السيارات الحديثه اللي فيها ليد فيغني عن فوانيس الشبوره. والاهم من كل ده اتباع يعني كافه الارشادات والقوانين المروريه، وفي نفس الوقت كمان نهدي السرعه والقياده في السرعات المطلوبه، وان شاء الله باذن الرحمن لو نفذنا كل هذه الامور كل منا يصل لمراده ان شاء الله بالف خير. كمان سريعا يا داليا استاذنك نحيط علم الساده المشاهدين بعض السرعات المقرره على الطرق تجنبا للوقوع في فخ الرادار، زي مثلا الطريق الدائري العادي السرعه المقرره فيها 90 كيلومتر، الطريق الاقليمي 120 كيلومتر، طريق مهم جدا اللي بيصل دلوقتي من مناطق اكتوبر ومناطق الدائري المعادي، وده الحل الامس في فتره الذروه الصباحيه، بدل ما ناخد الدائري اللي عند المريوطيه ممكن ناخد الطريق السياحي، وده السرعه المقرره فيه 60 كيلومتر، يعني اللي جاي من اكتوبر اللي جاي من حدائق الاهرام ممكن ياخد طريق سياحي اللي ينزله مباشره عند طريق دائري المعادي، ثم بعد ذلك الى التجمع او مناطق السخنه. كمان عايزين نقول للساده المشاهدين السرعات المقرره داخل المدينه 60 كيلومتر في الساعه، ايضا كوبري اكتوبر 60 كيلومتر في الساعه ما عدا المناطق اللي فيها نزلات 40 كيلومتر في الساعه. والله يا عاصم ما شاء الله بجد انا مبهوره ان انت حافظ كل سرعات الرادارات بالشكل ده. يعني احنا ساعات واحنا ماشيين بيبقى طبعا دلوقتي الرادارات فرقت في الطرق جدا، الواحد بقى سايق رايق عن الاول كتير، الناس بقت واخده بالها كله مهدي عشان الرادار، فدلوقتي الطرق فعلا بقت افضل بشكل كبير جدا. بشكرك زميلنا عاصم الشندويلي، بشكرك على تذكرنا بكل يعني الخطوات المهمه اللي نعملها في المرور، وشكرا كمان عشان وضحت لنا تفاصيل الطرق النهارده، بشكرك شكرا جزيلا.